بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهات السابقة. لمثل ما اشتركش في القناة من يسجل على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنساوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. ويلا نبدأ الفيديو نتاعنا تاع اليوم على بركة الله. الفيديو نتاع اليوم إن شاء الله راح يكون على الجون ولا قفاز المطبخ. الجون لازم يندار بالباترون. دوك انا رسمت لكم باترون. واش درت؟ حطيت يدي هكا على الورقه ودرت بالزياده. دوك نتوما يمكن راح تشوفوا تقولوا لي زياده يا ترى من وكاع. حنا درت واحد من الجون اللي خدمته لي بريس كيما هو، برك فيه زياده تاع الخياطه. ها شفتوا هذه الرسمه اللي راهي هنايا؟ هاوليك هذا الجون تاع الجين هذا اللي درته، حطه فوق. راه ما كاش ديفير، هو تفصل بهذه الطريقه نفس الباترون. وشوفوا كيفاش راهو بزياده غير شويه. وانتم ثاني كي ديروا الكون ديروا حسابكم بلي ماشي المره وحدها في الدار، كاين خوها كاين باها كاين راجلها. بون سما شغل كي يجوا يعاونوك في المطبخ ولا يلقاو باش يلبسوا الكون، ماشي دير الكون على حسابك انت ويجي صغير وكاع. بون راح نقصوا الكون هذا عفوا الباترون تاعنا باش نجيو نخدمه. وانا تبان لي اسهل طريقه باش نمطلاسيو الكون هي هذه تاع المربعات. وكاع كاين وريت لكم لي مطلاسات من قبل، يعني اول حاجه درت هذا المطلاساج اللي هو سهل. ومن بعد انتقلت للمطلاساج اللي هو تبعت على الرشمه اللي مدوره، هو ثاني يعني شغل سهل بعد هذا وشويه ماشي سهل سهل، يعني فيه شويه مجهودات. وريت لكم انا في فيديوهات سابق فيديو سابق كيف البدء في الخياطه. هذوك الاشكال اللي ديروهم شغل كيما الطفل الصغير يتعلم في الحروف، هذوك الاشكال اللي ديروهم راهم يعاونوكم بعد ان شاء الله في الخياطه. يعني هذا كيما قلت لكم مستوى ثاني. وكاين هذا الكون اللي راني مطلاسيه فوق الرشمه اللي راهم كيما راكم تشوفوا صغار وكاع. صح يعني هذا بعد ما تتحكموا في المطلاساج تاعكم شوفوها يبان لك شغل بومبي يجي باهي ما شاء الله. هادو لي كون تاعي اللي حاضرين الى حد الان. دونك واش راح ندير؟ نجيب نقص الورق نقص الباترون تاعي باش نشوفهم بعد واش راح ندير ان شاء الله. بون هنا كيما راكم تشوفوا راني قطعت الباترون تاعي، وراني جبت قطعه من لاواط. تقدروا كيما راكم ديروا لاواط ولا بونش دو مطلاساج. انا خيرت ندير في هذا الموديل لاواط. دونك واش راح نقسم لاواط؟ راح نقص قطعتين بهذا الشكل. دونك هذه القطعه الصغيره تكون جب نوت قطعتين وحده ثانيه. يعني نفكسي هذا الباترون تاع لي زيتانكل عليه ونقصو. لازم يكون عندي مقص خاص بلاواط، ونقدر نديرو نفسو تاع لا واسمو نيلون لا. دونك نجيب مقص ونقصها ونوري لكم ان شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا راني فيكسيت الباترون تاعي باللي زيتين اللي باش تحط لي جوست فوق لاواتين. دونك نبدا نقصو كيما شوفوا باش كيما شتورت باش نستغل لاواتين وما نضيعوش. راني حاطه الباترون تاعي في الحاشيه دونك راح يخرج لي غير شويه ماشي حاجه. ميم هذا اللي يخرج ما نرميش، لانه راح نوري لكم ان شاء الله افكار اخرى راح نديروها به باش نستغلوا الاشياء هذه اللي تساعد المخلفات هذه ولا الحوايج اللي كنا راح نرموهم كيفاش نستغلوهم كيفاش نرجعوا بهم اشغال رائعه جدا اللي هو يسمى بفن اعاده التدوير ولا البريكولاج. خير ملي نقعدوا اشخاص حاجه شريناها حنا بالغلا وطحنا منها شي حاجه ولا نرموها هكا. ميم لي بواط تاع الحوايج اللي نشوفوها مثلا بعدين تاع الكونفيتور تاع المعجون ولا كاع كيفاش نستغلوهم ان شاء الله. نديرو حتى شي حاجه كيما راكم تشوفو راني نقص حتى تشوفو لاواط راهو ياكل المقص. شوفو مقص يعني راهو فغيمون زاد كمل حفاه مليح مليح بلاواطين. بصح هو صافا صافا ماكش يقص فيه ماشي لي راهو حاطس. بصح شويه راني نعاني ماشي مشكل. نكمل القص تاعي. دونك كيما قلت لكم باش نخدم جو واحد لازم لي زوج قطع تاع لاواط. علاش؟ لان كيما راكم تشوفوا مثلا في هاد الكون راك شغل هاد القطعه وحدها هادي الاولى قطعه تاع قماش والداخل هنا قماش وفوسطهم لاواط وهادي تاني. دونك القماش راح ندير اذا حبيت يعني الوجه بلون والخلف بلون راح ندير وحده بهاد الجهه بهاد هاد القماش يعني راح يجي لبرا ندير يد هاك يد هاك.
والخلف ولا الداخل كيف كيف. كاين حاجه كتجيو ديرو في القماش، تحطوا يا تحطوا قماش مطوي على اثنين، ولا تحطوا المره الباترون تاعكم هكا بعد تعاودوا تقلبوه، ماشي تحطوا كيف كيف هكا هما على نفس الوجه بعد كي تجيو تبلاصوا ما تعرفوش كاع كيفاه ديروا، راه يصير لكم ديكالاج. دونك لازم تتبعوا، يا تحطوا تطوي القماش تاعكم على اثنان، يا ديروا تحطوا لكم الا كان فرش كاع الوجه واحد تحطوا الباترون تاعكم هكا، يعني الاصبع الابهام راح يكون من جهه اليمين، بعد ما الاخرى تقلبوها على جهه اليسار. هادي حاجه تري امبورطون، ما لازمش تخفاكم كيما قلت لكم في هذوك لي بتيت نابرون لي وريتهم لكم تاع لونسون دو كويزين، كاين واحد اللي راه ماشي كيف كيف ماشي متناظرين. دونك لازمكم الباترون تاعكم يا تقلبوه اذا كان القماش مفرش على وجه واحد، ولا تطوي قماشكم على اثنان باش يقدر يخرج لكم. دونك وصلت لهنايا الكوانا، فوالا الطريقه. راني نحيت لواطين تاعي هاوليك لوط من حيتو في الباترون، هاوليك كيما راكم تشوفو. دونك نزيد قطعة أخرى تاع لوط ونرجع باش نكمل الخدمة تاعي ونفصل على القماش بنفس الطريقة اللي درت بها لوط. راح ندير بها القماش، يعني راح نجيب الباترون هادو نتاعي نفيكسيه على القماش، القماش راح يكون مطوي على اثنان. راح ندير القماش اللي من داخل بهاد القماش هذا من الداخل، ومن برا راح ندير كيما لونسوم تاعي ولا الطابليه اللي تسمى الرفي تاعي يكون بهذا القماش. راح نطلسيه عادي، شحال ما نطلسيها باش يجيكم سهل. الطابليه اللي درتها البارح هي هذه، دونك لازم ندير لها نفس القماش هذا من الداخل. بما انه راح فيه الاحمر راح نفينيه بالبي بالروج، هنا راني درته هنا بالبلو خاطر شاو ديجا فيه البلو، نقدر ندير في الاحمر برونا ولا بلو سيال ولا جون، يعني احسب الالوان اللي راهم فيه، ما في النوار ما في البلون كيما بغيت. بصح انا كيما اني وريت لكم نخدموا اللي فيه باللون الاحمر راح نكمل. دونك واش راح ندير، نجيب الباترون تاعي هذا نطوي هذا القماش على اثنين، هذا ما يهمش يعني او نفس الوجه وكاع. نطوي القماش على اثنين كي هذا كي القماش الاخر، نهز قطعتين في هذا وقطعتين في هذا، ونزيد قطعه تاع لواط ونوريكم كيفاش ان شاء الله نفكسوهم. دونك كما راكم تشوفوا هاد القطعه راني فصلتها قطعتين، حطيت القماش طويته على اثنين وفصلت هادي، وعندي هادي راني فصلت هنايا، عندي قطعتين تاع لواطين هادي هي. قبل ما نروح نحط القطعه هادي وهادي بيناتهم اللواطين، واش راح ندير، نحكم قطعه واحده، هي كل قطعه لازم نكرر عليها نفس العمليه. نبدا نطلاص نرسم في الطريق تاع المطلاصاج ما ندقعلاش، لانه الا خليت حتى بلاصيت القطعتين هادو راح يكشغل هذاك اللواطين يبدا يديرونجيني. نحكم مسطره تاعي، نحدد انا شغل اي رسم بغيت نديرو. انا بغيت هنا ندير رسم تاع معينات. شوفوا هاد الكريتايون كيفاش ساهل، كيما قلت لكم ما يساعدكمش مش راح يخلي لكم يعني لازم ميبرات وتبرو، ساهل ماهل. شوفوا كيفاش هاو تبرا ودرتو ياسر كاع ما نديروش كيما انا ماشي ياسر، وتروحوا هادي ديريكت لابل. دونك انا كيما قلت لكم راح نرسم شكل معين، تخيروا قلم لي تبعها، ما ديروش كيما انا في الاول وريت لكم هذا، وريت لكم هذاك الجول اللي درتو بالستيلو ما حبش يتمحى لي، راه قعد لي لحد الان. دونك خيروا اي حاجه اللي تتمحى، هو راه صح فيه الاصفر بصح انا خيرت لون اللي بان لي مع الغسيل اللي يتنحى، ما فيش هو الاصفر ياسر. نقدر ندير في بون باش يجيني التناظر، نخلي المسطرة تاعي كيما هي وانتوما الشكل اللي حبيتو، راح نرسم الخط الثاني باش يجيني هداك التناظر تاعي، ولا عفوا التوازي، باش يجوني خطوط متوازية بهذا الشكل. دونك نحط على هذا على هداك الرسمة الأولى تاعي، نكمل بنفس الطريقة بهذه الطريقة نكمل ان شاء الله باش يبان لكم أوضح. ما دوكا رانا في النهار ماشي كيما كي كنت نصور في الليل، يعني شويه الاضاءه تكون ناقصه هكا. فوالا دونك نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع هاد القطعه، ونفس الطريقه نعاودها للقطعه الثانيه. وانتم الرسمه قلت لكم اللي تعجبكم، حبيتوا يعني ديروا المطلساج تاعكم فوق هاد الرسمات اللي هنايا راهم بزاف هايلين وكاع، يعني حتى نديرو هذيك ديريكت بلا رسمه وكاع، تبعوا غير عليهم حتى تحطوا القطعتين في وسط اللواطين ديروها. ما بغيتوش جاتكم صعيبه هذه، بداو بهاد الخطوط متوازيه، ومن بعد مع الوقت راح توصلوا
طلعت من كلاسي وفوق هذا الصباع اللي عندكم. اللي حتى نكمل التالي هنايا البلاصه اللي راه فوقها اللي كيما راكم تشوفوا عندي الاصفر، راح نعفس مليح الكريتايو تاعي باش يبان لي القلم تاعي باش يبان لي المطلاسيها. هذا مكان نحكو مليح نرسمو مليح باش يبان لي. دونك كملت هاد الخطوط، حبيتو تخلوها بهاد الخطوط، انا ما نحبش نخليها هكا، نحبها دائما تكون اونتيراج، نحبها دائما تكون جاتني عطسة راحت، نحبها دائما تكون كشغل معين ولا مربعات. دونك شو تقدروا تحكموا هنا في هاد الحاله، تقدروا تحكموا الكوس ولا المنقله. انا دوك المسطره تاعي راهي في ميل كشغل متقاطع الزاويه بشكلت لي زاويه قائمه، راح نرسم هذا الخط. هذا هو الاول، بغيتها باش يبان لك شغل مربعات. نتوما الحاجه اللي نورمكم راح نزيد منها باش من بعد غير نعاودو بالطريقه حتى تكملوا كاع البيسه هذه تاعكم. دونك نرسم القطعتين كملهم في زوج، نعاود نولي لكم ان شاء الله. دونك بعد ما كملت المطلساج تاعي، ولا عفوا الرسمه تاع المطلساج كما كنتم تشوفوا انا درتها شكل مربعات ولا معينات، نحكم قطعه القماش تاعي نقلبها ونجيب قطعه من الاواطي نحطها بنفس الطريقه عليها هكا، نتاكد بلي راهي مسويه سوا سوا في كاع الجوانب، نتاكد مليح ونجيب قطعه من القماش راح نديرو لداخل ونحطها. اذا كان القماش تاعنا راح نديروه لداخل عنده الوجه الامامي والوجه الخلفي، لازم تاكدوا بلي الوجه الامامي حطيتو صح، يعني كشغل هذا هو الوجه تاع الامامي، الا ما كانش سي با لو بان، اذا كان كيف كيف دونك سي با لو بان. راح نبدل ندير هذه لانه اللون هنايا جاني افتح من الداخل، نحكمها كيما هكا ونجيب لي زيبانغل نحكم الحاشيه كامل هنايا. علاش؟ لانه لازمني اول حاجه قبل ما نروح ندير هذاك المطلساج تاعي واش راح ندير، لازمني نفكسيها هاد الحاشيه كامل، نخيطها عليها واحد 1 سنتيم. على بالك تكون يعني كشغل كي ديروا الباترون يبان لكم كبير كاع، بصح كاع هذوك الحوايج راح يتكلوا مع الخياطه. دونك انا يعني اللي يهمني اكثر هو هذا الوجه، هو يتفكس هذا القماش اللي تحتاني احرش، راه يتحط عليه مليح اللواطي، بصح هذا القماش اللي ديرته جاي شويه ملس شغل نيلو. دونك راح يزلق لي، واش راح ندير؟ نتبع ليه كامل، نبدا نحكم بلي زيبانغل. الخياطه تاعي راح تكون هنايا داير عليه واحد 1 سنتيم. هاد الطريقه راني نخيط هكا هنايا لانه راح نغطيه بلوبي، الا ما كنتوش راح تغطوه بلوبي يعني الخياطه تاعكم راح دير حسابكم راح تكون من الداخل، مش راح تكون على برا باش تقلبوه كيما الكون اللي درتو لكم تاع هذا. شوفوا هذا الخياطه تاعو كانت للداخل لانه ما فيش هنا لوبي، هاي الخياطه وضعها داخل ماهيش على برا، بصح في حالة ما اذا كانت الخياطة راح نديروها على برا دونك نقدروا نديروا هاد الطريقة ونسكروه بلوبي كيما بغيتو. بغيتو ديروا هاد الطريقة ولا بغيتو ديروا الطريقة الثانية؟ انا بما انه بديت لكم مرة الاولى بلوبي راح نكمل لكم ان شاء الله هذا بلوبي، من بعد ندير لكم كون واحد اخر اللي راح نخيطوا الخياطة للداخل وكلشي يجي لداخل. حبيتو من الداخل تاني وهذا تاع لوبي، يعني الحاجه المليحه فيه انه يولي دوبل فاس، خاطر هذاك البي راهي شغل هاد الخياطه قاعده تدخل بين دونك تقدروا تقلبوا، تقدروا ديروا له هذا الوجه وتقدروا ديروا هذا كما بغيتوا. دونك كما قلت لكم نحكموا كاع بلي زيبانغل ومن بعد نروحوا لماكينه الخياطه باش نخيطوه. هنا كما راكم تشوفوا راني جيت لماكينه الخياطه باش نخيط، اللون اللي قالته في الاحمر كيف ما يهمش لانه راح نكمل ندير بالبي. نهبط البيد باش تاعي ندير كالكو غوزا في المانيوال ديال ماشايا باش نفيكس الخدمة تاعي، من بعد نبدا نحي لي زيبانغل. بون هادي تاعت لي زيبانغل لازم تكون حدايا، راني حطيتها غير هنا حدايا تبعتوها هكا شوية. نبدا في الخياطة بسم الله. هنا راح نكبر الغوزة لأنه راح يشد لواط، دونك راح يصعب علي شوية كون ندير غوزة ركيكة. بسم الله نبدا نمشي. كما تشوفوا هاي الخياطة تاعي، ها هي
نكمل كامل ندور عليه باش نعاود نرجع ان شاء الله نوريلكم كيفاش نطلع سيوا. لان اصدقائي بعد ما كملت كما كنت تشوفوا خيط طوقع، خيط الكون تاعي كما كنت تشوفوا هنايا اهو، ومن الخلف تاني راه مخيط كامل محكوم. واش راح ندير؟ نسيي ان نبدا دوكا نطلع سي مثلا، نبدا من هنا الوسط نسيي ما لازمش يقعد لي الهواء، نحط نهبط البيت تاعي، ندير كالكو فون باش نفيكسي الخياطة تاعي الطنباغي، نعاود نرجع كيما قلت لكم ديروا الغرزة الشغل واسعة ما ديروهاش ضيقة. وبداو كي تبداو تخدموا خرجوا الهواء هكا بيديكم، ما تخلوش الهواء يتراكم لكم، خاطر الا خليتوهم بعدا في التالي كي تجو دي كي تكملوا تلقاوك شغل كاع تعبن هنايا، باش ما يتعب لكمش لازم تخرجوا الهواء تاعكم. دوك نوريكم كيفاش. بسم الله تبداو على الخط تاعكم، الخط يكون جوست في الوسط هنايا، البلا تاعكم تمشي مع الطريقة. بسم الله تبداو الهواء بهاد الطريقة. شوفوا دوك نوريكم خدمة تاعي ما تعرفوش ما والو، نحين لكم شوفوا. بسم الله شوفوا هنا الخدمة تاعي كيفاش في لافون ما تعبنت ما والو، راكم تشوفوا فيها هي مليحة. دونك كيما قلت لكم لازمكم دائما تخرجوا الهواء تاعكم كي تجوا تخدموا. تقدروا في الاول الا جاتكم صعيبة تحكموا شغل باش ديروا مثلا اي سطر ولا تحكموا بليزيبانك، تقدروا سي با لا بان، مي لازم تتاكدوا بلي الخدمة تاعكم راهي جوست. اول حاجه فيكسوا الخياطه تاعكم، ما تقولوش بعد راح نركبوا واسمو راح نركبوا لو بي سي بون. انا نفضل اني فيكسي الخياطه. شوفوا راني درت المطلساج تاعي بالزوج، لانه كيما كنت تشوفوا النصب تاعي راني دخلت له اللون الاحمر، دونك نكمل كاع الاحمر كيما راكم تشوفوا نخرج له. انا بلاش راه مزير في البيت باش تاعي، نشوفوا واش هو الخيط وقيلا مشدود فيه. دايما نفيري في الخياطه تاعي قبل ما نكمل الانسجام ما كاش ماشي حاجه كيما هنا واش الخيط. كيما راكم تشوفوا راني خليت البراه هابطه وطلعت غير البيض باش ما تخسرليش الخياطه تاعي. ونبدا نخرج في الهواء. ديروا حسابكم كي تخرجوا الهواء ماشي تضربوا هاي سلاسة حتى يتنحل لكم بطاس ما تعمل طلاصوج، دونك تحيروا معاك راهو فوق لاوات باش تعدوا تصمم دار جديده هاي تجيكم شويه صعيبه. مش كيما كيما خرج الهواء هالطريقه نكمل تاني. فوالا نكمل بهذه الطريقه القطعتين في اثنين. راح نوريكم ان شاء الله كيفاش نعاود نديرهم مع بعضهم نبلاصيهم بالبي ونتحصلوا على النتيجه النهائيه نتاعنا ان شاء الله. اذا كما كنتوا تشوفوا اصدقائي هنا طاحت لي الباتري ما فقتلهاش. شوفوا راني بلاصيت لو بي كاع تو دورتو وعاودت درتو هنا في التحت هنايا. ندير لكم المكان اللي لقيت فيه هو هذا هنايا، كيفاش راني لقيتهم وحده فوق وحده. دونك كيفاش تحصلت على هذه النتيجه وحده فوق وحده؟ نجيب لكم نوتخ اكزامبل باش تفهموا عليا. شوفوا مثلا هذا هو التحت، راني بلاصي في كي نجي بلاصي لو بي بلاصي هكا هنايا. هنا كي نجي نبلاصي الاولى نخلي شويه زياده، هذه ما ندير عليها والو، ويقعد يدور 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 لو بي حتى نرجع منه. شغل نتخيلوا بلي هذا هو راه رجع من هذه الجهه، كي يرجع هذا من هذه الجهه ها هو مثلا هذا الحمر ورجع. واش راح ندير؟ نحل هذا باش نبلاصيه مثلا الاحمر هذا الاولى اللي خليته، نرجعو هكا ندير فيك شلطيه ونحط هذا فوقه بشويه هكا، نحط فوقه ونحكم لي زيبانكل وراني زعما خيطته. كي نخيطو نقلبو شوفوا كيفاش يجيني، تجيني هذه راح تدخل وهذا يجي فوقها، هذيك هي الكفه اللي راح تغطي لي هذيك، هذه هي نفسها اللي جاتنا وراها، هي نفسها اللي جاتنا هذه هي. كان هذا فيديو تاعنا لنهار اليوم، ها هو الكون تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوه، هذا هو الكون تاعنا تاع اليوم. كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له بيج لايك. اذا بغيتوا اشكال اخرى من الكون ان شاء الله راح نديرها لكم، اكتبوا لي في خانه التعليقات. وما تنساوش تشاركوا في القناه بالضغط على تشتركوا في القناه بالضغط على زي سبسكرايب او ابوني او اشتراك. وما تنساوش تشغلوا جرس الاشعارات اللي موجود اسفل الشاشه اللي تصل لكم فيديوهاتي اولا باول، وبارطاجيو ونشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم في جميع شبكات التواصل الاجتماعي لسهم الفائدة.
وإن شاء الله تلقوه في فيديوهات مقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.